شخصية مبهجة أسعدت مرزق أقامتها لجنة الدعم النفسي في فوج كشف مرزق لكبار السن للترويح عنهم بعدما شهدته المدينة من توتر. وهذا يأتي من أجل نحاول بقدر الإمكان نحن نرفع هاجس الخوف وأيضا ندعم الناس المستهدفين بهذا اللقاء إن هم يتعاملوا مع الأوضاع فيما بعد عملية التحرير بشكل سلس ويطلعوا من دائرة الخوف اللي نجدهم تحيط بهم. الأمسية شهدت مشاركة واسعة ضمت نساء وأطفالا وعددا من مرشدات الكشافة وسط أهازيج رسمت البهجة عن وجوه كل من كان في المكان. فرحة ما كيفها فرحة الحقيقة، وكنا مغمومين والحمد لله حتى بعد التحرير والوصمة، لأن ناس خايفة وما طلعنا وما يعني وصمة، ولكن اليوم بارك الله في الكشاف هم يعني حمولنا وداروا لنا مكان اللي نتكلموا فيه وجينا وتكلمنا وفرحنا وما شاء الله وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. حدث مثل فسحة سرور لأهالي مرزق للخروج من حالة الكبت التي عاشتها المدينة، أنست نهارها وأضاءت ليلها.